بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 37 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. نبدأ برسالة الأخ أبو صالح، يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في تربية الحمام؟ وهل صحيح بأن تربية الحمام لا تقبل شهادة المربي؟ وهل الحكمة بذلك للمربي أو الشخص الذي يقتنيها للتطيير والهوية والهواة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن تربية الحمام من أجل البيع أو من أجل الأكل لا بأس بها، هي مما أباح الله سبحانه وتعالى. أما تربيتها للعب وأخذ الجوائز عليها فهذا حرام، وهذا هو الممنوع، وهذا هو الذي تجرح شهادته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الأخ أبو صالح: الشيخ، ما فضل صيام عاشوراء وما السنة فيه؟ يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وصيامه مستحب لأنه من سنن الأنبياء. صامه موسى عليه السلام شكرا لله لما أهلك الله فرعون وقومه ونصر موسى وقومه، صامه موسى شكرا لله سبحانه وتعالى، وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لله على نصر الحق، واقتداء بموسى عليه السلام بقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل ميم راء، يقول: كنت في سنين سابقة أصلي أحيانا وأقطع أحيانا، وبالتالي فإنني كنت لا أصوم، ولكن بعد ذلك من الله علي بالتوبة والهداية فأصبحت أصلي وأصوم، ماذا علي فيما فاتني من صوم وصلاة؟ عليك بالتوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة والمحافظة على الصيام، والتوبة تجب ما قبلها. نعم. يقول الشيخ: سلفت أكثر من شخص مبالغ مالية كثيرة، وهذا السلف له عدة سنوات عند أولئك الأشخاص، وسؤالي: هل على تلك المبالغ زكاة رغم أن حال هؤلاء ميسور ويستطيعون أن يرجعوا ذلك، ولكن لظروفهم لم أتمكن من أخذها؟ إذا تركتهم متسامحا معهم وهم أغنياء يستطيعون التسديد، ولو طلبتها لدفعوها إليك، فتجب عليك الزكاة عنها كل سنة، كل ما مر عليها سنة، لأنها في حكم الذي في يدك، وتساهلك في مطالبتهم وهم أغنياء وباذلون لا يستحق الفقراء في هذا المال. أما إذا كانوا معسرين لا يستطيعون السداد، أو كانوا مماطلين ولا تستطيع حصول دينك عليهم إلا بمطالبة عند الحاكم، فإنه لا زكاة فيه حتى تقبضه وتزكيه عن سنة كاملة على الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. عن سنة واحدة على الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يا أسأل هذا السائل أبو مصعب يا شيخ عن آية كريمة في قوله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم، إلى الله جل وعلا يصعد الكلم، يعني يرتفع الكلم الطيب من الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير، هذا من الكلم الطيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، كل كلام طيب
فإنه يصعد إلى الله جل وعلا يتقبله الله ويثيب عليه، والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، لأن الكلام لا يكفي بدون العمل. فإذا اجتمع كلام طيب وعمل صالح فإن هذا يرفع الكلم، أما كلم بدون عمل فإنه لا يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ، بالنسبة للإصلاح بين الناس ما فضله؟ وهل غير المتعلم من الدعاة يقوم بالإصلاح بين الناس، أو هو مختص بالدعاة إلى الله؟ الإصلاح هو تسمية النزاع بين المتخاصمين والمتنازعين، وهذا فيه فضل عظيم. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال تعالى: الصلح خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حل حراما أو حرم حلالا. الصلح به خير. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الصلح فيه خير، ويشارك فيه العامي والمتعلم والعالم، كل مسلم بإمكانه أن يشارك في الصلح وتسوية النزاع بين المتخاصمين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة أم سامي تقول: فضيلة الشيخ، طلقني زوجي بعد أن أنجبت منه 5 من الذكور، وعشت معهم وحاولت أن أربيهم بعد أن تركنا هذا الزوج، وعندما كبروا أصبحوا شباب، وكانوا بداية يتهاونون بالصلاة ثم تركوها، ولم يفد بهم وعظ ولا تذكير، وتحملت المسؤولية فضيلة الشيخ، فهل علي مخالفة في تركهم للصلاة؟ نريد من فضيلة الشيخ توجيه لهم لعلهم يسمعون هذا التوجيه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حمل الوالدين مسؤولية أمر الأولاد بالصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. الله جل وعلا قال: وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعليك بالاستمرار في أمرهم بالصلاة والإلحاح عليهم في ذلك، تأكيد عليهم، ومن بلغ 10 سنين منهم فاضربيه حتى يصلي. هذا من مسؤولية الوالدين نحو أولادهم، ولا تيأسي ولا تملي من أمرهم والإلزام لهم، واستعيني بالله سبحانه عليهم، ثم بمن يؤثر عليهم من أقاربهم ومن أصدقائهم، اطلبي منهم أن ينصحوهم. نعم. أحسن الله إليكم. أم مشعل تقول: الشيخ، ما حكم أكل حبوب منع الدورة في رمضان، على علم بأن هذه الدورة غير منتظمة عند هذه المرأة؟ هذا راجع إلى رأي الطبيب. إذا كانت الحبوب لا تضر صحتها ولا تؤثر في جسمها فلا بأس أن تأخذها، وتركها أحسن. ترك عادة الحيض تأتي وتنتهي وتخطر فيها أحسن من كونها تأخذ حبوبا لمنعها، لما في ذلك من الضرر الجسمي ومن التكلف الذي لم يأمر الله جل وعلا به. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو عمر من جدة يقول: هل الصلاة شيخ تقضى عن المتوفى؟ لا تقضى الصلاة عن المتوفى، إنما يقضى عنه الصيام فقط. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام، في رواية صيام نذر، صام عنه ولي. أما الصلاة فلا تدخلها النيابة، لأنها عمل بدني. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو عبد الله يقول: زوجتي يا شيخ حامل، ويشق عليها جدا القيام والركوع في الصلاة،
أما السجود فتقول بأنه صعب جدا علي أن أسجد، فهل لها أن تصلي على كرسي أو جالسة؟ وهل لها أن تؤمن بالركوع والسجود؟ وجزاكم الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فتصلي على حسب مقدرتها سواء جلست على الأرض أو على الكرسي إذا احتاجت إليه. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو محمد يقول: شيخ، ما كيفية الاستغفار التي وردت في سورة نوح عليه السلام: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا؟ أبيتها أن يقولوا: نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اغفر لنا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو مالك يقول: فضيلة الشيخ، أشكل علي الجمع بين النصوص التي تبين بأن المؤمن يحيا حياة طيبة وسعيدة في هذه الدنيا، وكذلك النصوص التي تبين أن المؤمن مبتلى في هذه الحياة. لا تعارض بين النصوص، فهو في قلبه في حياة طيبة، هو مستريح القلب والنفس، وليس عنده قلق ولا جزع، إنما هو مطمئن القلب مرتاح الضمير. أما من ناحية الابتلاء الجسمي، فقد يبتلى في جسمه بمرض أو غير ذلك، أو بالجوع مبتلى بذلك، لكن قلبه يكون مرتاحا مطمئنا بالإيمان. فالحياة الطيبة هي في القلب. قد لا يكون المؤمن في رخاء من العيش، لكنه في رخاء من حياة القلب ونور القلب طمأنينته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: كيف أجمع أيضا الشيخ صالح حفظك الله بين قوله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وفي قوله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وكذلك حديث: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. نعم، إذا استعمل نعمة الله في المباحات استعان بها على الطاعات هذا شيء طيب، أما إذا استعان بها على المعصية هذا هو المحرم والذي سيسأل عنه يوم القيامة. كذلك يسأل عن شكر النعم، يسأل عن شكر النعم، فإن شكر النعم واجب. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه أم سامي تقول في سؤال لها: هل للمرأة أن تخبر العابد أو العالم أو الداعية بأنها تحبه في الله؟ نعم، هذا شيء طيب، إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره كما جاء معناه في الأثر أو في الحديث، فهذا شيء طيب إخباره بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: هل يجوز قضاء سنتي الظهر القبلية أو سنة الظهر القبلية بعد الصلاة، أي أصلي 8 ركعات؟ نعم، إذا فاتت سنة الظهر القبلية وقضاها بعد الظهر فلا بأس بذلك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تسأل يا شيخ عن نية الطلاق، عن حكمها، مع أني أقول لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. السائل أبو عمر يقول: ها، نية الطلاق هل لابد من التلفظ بها، مع أنني أقول لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا؟ الطلاق لا يعتبر إلا إذا تلفظ به ولو لم ينوي، إذا تلفظ به وقع ولو لم ينوي، إذا كان مختارا عاقلا وقع الطلاق ولو لم ينوي، أما إذا نوعه ولم يتلفظ به فإنه لا أثر له، والمرأة في ذمته، لا تطلق بمجرد النية من غير تلفظ. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول: أريد أن أستشير الشيخ في هذا الموضوع، لقد تقدم لأختي رجل متدين وعقد عليها في الأسبوع الماضي ولم يدخل بها، ولكن اكتشفت بأن هذا الرجل ماكر ومخادع ويلف ويدور، وأختي لا تزال دون سن 20، فما رأي الشيخ؟ هل ننصحها بتركه ورجاء أن يعوضها الله، أم تعيش مع رجل بهذه الصفات مع العلم بأنها بريئة غاية البراءة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته وزوجه، فإذا كان ليس له أمانة ولا يؤمن بالمكر والمخادعة والإضرار بالمرأة المشقة عليها فلا يجوز تزويجه. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم يا شيخ. هذا السائل يقول: عندما تستحيل العشرة الزوجية بين الزوجين وبذلت جميع طرق الإصلاح من الطرفين، لكن لم يتم الصلح لزيادة المشاكل وعن واستمرارها، حيث أثر ذلك على الأطفال وساءت نفسية الزوجة وطلبت الطلاق، لكن الزوج تركها معلقة بدون طلاق، فهل يحق لها أن تطلب الطلاق؟ نعم، إذا تعسرت أو تعذرت العشرة بين الزوجين قد قال الله جل وعلا: وأن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. فلها أن تطالب بالطلاق إذا كان بقاؤها معه لا يحصل به مقصود النكاح، فإنها تطلب الطلاق لرفع الحرج والمشقة عنها. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو عمار يقول من سوريا: فضيلة الشيخ، الذهب بالذهب، البر بالبر، يدا بيد، مثلا بمثل، ما معنى هذه العبارات؟ معنى هذا أن الذهب إذا بيع بالذهب والبر إذا بيع بالبر فلا بد من أمرين: التساوي في المقدار، التقابض في المجلس، في مجلس العقد. فإن تفاضلا وهما من جنس واحد هذا ربا، يسمى ربا الفضل. وإن تساويا ولكن لم يحصل القبض بأحد العوضين أو كليهما فهذا ربا النسيئة وهو حرام. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول في الحديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ما هي هذه الأعظم السبعة؟ وإذا لم يسجد عليها هل الصلاة صحيحة؟ الأعظم السبعة بيّنها في الحديث: الجبهة وأشار إلى أنفه، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين. هذه هي الأعضاء السبع. إذا رفع واحدا منها في كل السجود لعذر فلا بأس، صلاته صحيحة. أما إذا رفعه من غير عذر إن صلاته لا تصح، لأنه لم يسجد السجود الشرعي. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: ترك المشتبهات، ماذا تشمل هذه المشتبهات فضيلة الشيخ؟ وإذا الإنسان سار وأخذ بهذه المشتبهات ماذا يترتب عليه؟ المشتبهات هي الأشياء التي لا يدرى هل هي حلال أو حرام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. المشتبهات هي التي لا يدرى هل هي من قسم الحلال أو من قسم الحرام نظرا لتجاذب الأدلة فيها، ولا يعلمها كثير من الناس. أما العلماء الراسخون فإنهم يعلمون هل هي من الحلال أو من الحرام. المسلمين يتركها من باب الاحتياط والورع. نعم، أحسن الله إليكم مبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يوجد لدى والدتي ذهب قديم وهو للزينة، وما تلبس منه إلا الشيء القليل، وما تبقى فتمر السنوات دون أن تلبسه، هل عليه زكاة؟ وما مقدار زكاة الذهب مأجورين؟ الزائد عن حاجتها الذي لا تحتاجه تجد فيه الزكاة، كل ما يمر عليه سنة ويبلغ النصاب إنه يزكى. أما إذا كانت تحتاجه للزينة وتلبسه عند المناسبات فهذا الراجح أنه لا زكاة فيه، أنه من جملة الملبوسات والمستعملات. والزكاة تكون بمقدار ربع العشر من وزن هذا، ربع العشر من وزن هذا الحلي. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ: لدي أخ يكثر من النذر ولكنه لا يفي به، ما مصير ذلك فضيلة الشيخ؟ وما حكمه في الشريعة؟ إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، فهو دين في ذمته لله عز وجل، لا تبرأ ذمته حتى يفي به. قال تعالى في وصف الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال تعالى: وليوفوا نذورهم. يجب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، فإذا لم يفي به بقي في ذمته، حاسب عنه يوم القيامة. نعم، أحسن الله إليكم مبارك فيكم.
هذه رسالة وصلت من سائل للبرنامج، يقول: هل يعذر العروسين شيخ على تأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ليلة الدخول بسبب عدم تمكنهم من الاغتسال لاستحالة ذلك لأسباب كثيرة؟ وسمعنا بأن الرجل معذور له أن يصلي في البيت لثلاثة أيام، ما صحة ذلك؟ لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، وهم في الحضر وعند الماء عند المياه يتوضأ ويصليها في الوقت، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. لكن لو قدر أنه ما حصل له ماء وتعذر الماء يتيممان بالصعيد الطيب ويصليان، لا يؤخران الصلاة. وأما أنه يرخص له في البقاء عند عروسه ثلاثة أيام، هذا قال به بعض الفقهاء ولكن لا دليل عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل هذا: يا شيخ، إذا قرأت سورة العلق في الصلاة فكيف تكون سجدة التلاوة بحيث موضع السجدة في نهاية السورة؟ هل أسجد في موضع السجدة ثم أقوم وأركع مباشرة، أم أقرأ شيء من القرآن بعدها ثم أسجد؟ نعم، كله جائز. تسجد عند نهاية السورة، أسجد وكلا لا تطعه واسجد واقترب، وإذا قام فهو بالخيار، إن شاء ركع يقوم بتكبير، يسجد بتكبير ويقوم بتكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة في كل خفض ورفع، يكبر إذا نزل لسجود التلاوة ويكبر إذا رفع. فإذا اعتدل قائما فإنه بالخيار، إما أن يقرأ شيئا من القرآن ثم يركع، أو يركع في الحال بتكبير تكبيرة الانتقال للركوع. نعم، جزاكم الله خيرا. للأخت من الجزائر تقول: ابتليت بمعصية وكلما تبت منها عدت إليها مرة أخرى، فأوجبت على نفسي صيام ثلاثة أيام عقوبة لي وأقسمت على ذلك، هل هذا ابتداء في الدين؟ لا حاجة إلى النذر ولا حاجة إلى الحلف، لكن إذا حلفت فإنه يلزمها كفارة يمين، وكذلك النذر يجري مجرى اليمين في هذا، يلزمها كفارة يمين إذا نذرت عن لا تفعل المعصية ثم فعلتها أو خالفت، يلزمها كفارة يمين. كذلك إذا حلفت بالله وعادت إليها يلزمها كفارة يمين مع التوبة إلى الله، وأن لا تعود إليها وتعزم على ذلك. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: في المقاطعة بين الأصحاب والزملاء يا فضيلة الشيخ، وفي الحديث خيركم الذي يبدأ بالسلام، فقد قاطعني زميل وهو من الناس المتدينين ومن المحبين للخير، قاطعني سنوات عديدة، كيف أتصل به لأستسمح منه وأفوز بالأجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يعجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فعليك بالمبادرة إلى مصالحة أخيك، وإن كنت قد أخطأت عليه فاطلب منه المسامحة، وإن كان هو أخطأ عليك فإنك تسامحه وتلتقيان وتصطلحان، هذا حق المسلم على المسلم، وفق الله الجميع. شكر الله لكم مبارك فيكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة على تواصلكم مع هذا البرنامج ومع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.